تفضل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، فشمل برعايته الكريمة صباح اليوم في مبنى القيادة العامة حفل توزيع الأوسمة التي تفضل حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بمنحها لسعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وسعادة اللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار المسؤولين بمناسبة احتفال قوة دفاع البحرين بالذكرى 50 على تأسيسها. وجرت مراسم توزيع الأوسمة حيث تفضل صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بتقديم وسام القوة لسعادة وزير شؤون الدفاع وسعادة رئيس هيئة الأركان وسعادة وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار المسؤولين. كما قلد معاليه وسام البحرين من الدرجة الأولى والدرجة الثانية لعدد من كبار المسؤولين وعدد من القادة والمدراء وكبار الضباط، كما سلم وسام الكفاءة من الدرجة الأولى لعدد من الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه في العلوم العسكرية والدفاع الوطني والجامعات المدنية من كبار الضباط. بسم الله الرحمن الرحيم. شرفني أن ألتقي بكم اليوم وأن أنقل لكم تحيات وتقدير سيدي صاحب الجلالة القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين جلالة الملك المفدى. في بداية الكلمة أود أوجه شكري إلى الأخوان الذين أنجزوا التمرين تعبوي أمس بكفاءة واقتدار، لجميع المسؤولين الذين شاركوا في التمرين وأعدوا له، ولله الحمد مستوى التمرين كان جيد جداً والأداء أيضاً، وكذلك الإصابات بالأهداف ولله الحمد كلها كانت جيدة. وجهني جلالة الملك أن أبارك لكم الأوسمة أيضاً، وأشكركم على أدائكم كل هذه السنين. لن أتمكن من حسبة كل واحد منكم كم سنة قدمها لقوة الدفاع، لكن كلكم متغاربين في السنين اللي خدمتوها وقدمتوا أداء جيد. القائد الأعلى هو مثالنا في هذا الشيء، وهو المؤسس لقوة الدفاع، وتباركنا بمشروعين رئيسيين من جلالته ثبتوا عروبة وإسلام هذا البلد العربي. المشروع الأول كان مشروع جلالته الإصلاحي، وهذا شمل المواطنين وشمل الأرض وشمل النظام، وثبت عروبة هذه البلد. ولله الحمد تمكنا من الانتصار على جميع الأخطار التي خطط لهذا البلد أن يمر فيه. والمشروع الرئيسي الثاني هو تأسيس قوة الدفاع، وقائدنا جلالة الملك هو اللي وضع الأولى لهذا الصرح الكبير اللي أنتم اليوم جزء منه ولله الحمد. إنجازات قوة الدفاع كثيرة وكلكم تعرفونها. لو بغيت أنا أختزلها وألخصها في كلمة أو كلمتين يمكن ما أعطيها حقها، لكن أنتم عارفين الإنجازات كلها اللي حققتها قوة الدفاع في ميادين الشرف والرجولة في العمليات العسكرية وفي المناسبات الدولية وفي التحالفات الدولية
ولله الحمد سمعة قوة الدفاع دائما كانت تسبق عمل الجندي البحريني. فأنا أكرر شكري لكم كقادة ومسؤولين على هذه الإنجازات، ولولا كفاءتكم وقيادتكم وخدمتكم واستعدادكم في جميع المجالات ما حققنا اللي حققته قوة الدفاع. أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق والنجاح في السنين القادمة إن شاء الله، وإن شاء الله نلتقي دائما على الخير، وكل عام وأنتم بخير. وأنا بعد أيضا في هذه المناسبة أستحضر أبطالنا الشهداء اللي قدموا أرواحهم فدا للوطن، إن كانوا في قوة الدفاع أو حتى في القوات الأمنية. وفي الختام استحضر معالي هذه المناسبة العزيزة ليستذكر فيها أبطالنا الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم وقدموا أنفسهم فداء للوطن، سواء في قوة دفاع البحرين أو القطاعات العسكرية والأمنية الأخرى، حيث وقف الجميع لقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء.